هنيجي للكلام على اللعيبه المحترفه، بس انا عايز اسال سعيد، مشوار منتخب مصر مع لوي فيتوريا، هل طبعا مع وجود، احنا بنتكلم على الحقيقه اللعيبه وهي نازله في بدايه المباراه، الولاد كبرت، يعني صلاح اللي كان يعني لسه ناشئ صغير النهارده كابتن فريق، احمد حجازي اللي كان لسه برضه لعيب صغير بقى واحد من كباتن الفريق، فالولاد كبروا. صحيح. هل نجح فيتوريا منذ توليه مسؤوليه؟ صحيح هو ما خدش اختبارات صعبه، رغم انه كان في بعض الماتشات الحقيقه اللي ظهر فيها المنتخب بشكل ودي، من ماتشات من العيار التقيل زي ماتش بلجيكا مثلا في الكويت، زي ماتش الجزائر اللي انتهى بنتيجه 1-1. هستعرض معاكم طبعا النتائج، لكن هل تقدر تقول يا سعيد انه فيتوريا نجح في انه يحط بصمه على المنتخب المصري، او انه يقرا القماشه بتاعت لعيبته ويقرا الاسلوب الامثل اللي يقدر يخش بيه منافسات قويه زي بطوله امم افريقيا؟ طيب خليني يا استاذ احمد اخد من سؤالك واعمل ربط ما بين منتخب مصر مع فيتوريا ومدخلك للحلقه النهارده، ايه الاختلافات اللي جرت على منتخب مصر مع فيتوريا مع الاخرين. خلينا اقول ان فيتوريا استبدل هويه منتخب كان مع هيكتور كوبر ومراحل ما بعده وكيروش، منتخب بيلعب بشكل براجماتي، بيلعب بشكل يميل اكتر الى النهج الدفاعي، فلسفه دفاعيه، بيفكر انه ازاي يسرق ويخطف، الى منتخب اصبح يمتلك هويه هجوميه مختلفه شويه، بصرف النظر عن التفاصيل اللي هندخل فيها دلوقتي وطبيعه الخصوم اللي واجههم، لكن فيتوريا رجل يؤمن اكثر بكره قدم هجوميه وفلسفه مختلفه. بشوف ان احنا امام منتخب اكثر تنوعا، والتنوع الخططي واحد من اهم المحددات اللي بتحدد قبل اي بطوله مجمعه قدرتك على التنافسيه. يعني ايه قدرتك على التحول من شكل لاخر، من فلسفه لاخر، تدافع او تهاجم، دي بتحدد بشكل كبير قدرتك على التنافس. ليه؟ لان جوه البطوله المجمعه بتحصل متغيرات كتير، سواء خاصه بيك فيما يتعلق بالاصابات اللي هتحصل وفيما يتعلق بالاجهاد و و و، او خاصه باختلاف خصوم، هتقابل خصوم مختلفين في طبعا الشكل وفي طبيعه الاداء بتاعهم بالظبط. فبشوف ان التنوع اللي حاصل مع روي فيتوريا والشكل الهجومي بيدينا هويه منتخب مختلفه شويه عن كيروش وكوبر. الحاجه الثانيه، وده اللي يمكن كان دايما مسار، يعني كوبر نجح انه يوصل معانا كاس عالم، ونجح انه يوصل معانا نهائي امم افريقيا، ورغم كده كان دايما في حاله عدم رضا عن هيكتور كوبر وعن كيروش شكل المنتخب المصري، وده حصل برضه واتكرر تاني مع كارلوس كيروش. لكن هو تبدل مع فيتوريا، اصبحنا امام هويه مختلفه. ايضا واحدة من أهم العوامل اللي تخلينا إن احنا نشوف منتخب مختلف، إن احنا أمام منتخب زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ أحمد أكثر تمرسا وخبرات، بمعنى إن المنتخب اللي ذاق يعني ذاق ظروف صعبة أو معطيات صعبة جدا جدا في 2017، ثم في البطولة الأخيرة إنك بتخسر أمام الكاميرون بعد الدقيقة 85 وتخسر أمام السنغال بضربات الجزاء، أعتقد إن نوعية اللاعبين اللي اتحطت في المواقف دي واتحطت تحت الضغط ده أصبحت أكثر نضجا وقدرة على التعامل مع ظروف مشابهة. فبشوف زي ما أنت حضرتك قلت، إحنا مش بس من 2010، لا أنا بقول إن الجيل ده وصل إلى كم تراكمات وكم خبرات وكم تجارب تؤهله أنه يكون النهاردة قادر يقدم أفضل ما لديه مع مدرب أيضا يمتلك التنوع الخططي ويمتلك القدرة على أنه يقدم لنا حاجة. إضافة إلى اللي الشناوي ذكره واتكلم عليه بشكل تفصيلي، جودة الأفراد، إحنا النهاردة لأول مرة بنصل إلى أمم أفريقيا وغالبية لاعبينا أو معظمنا إن لم يكن الكافة بيصلوا بأعلى ما لديهم من مستوى فردي. محمد صلاح النهاردة لأول مرة من سنين طويلة بشوف محمد صلاح مبسوط جدا في الصور، في التمارين، مع كل الناس. محمد صلاح في كل ظهور ليه حالته المزاجية عالية جدا جدا، وده أرقامه السنة دي مع ليفربول حقيقة بالظبط. هو بيصل لينا وهو رقم واحد في كل شيء، يعني صحيح. النهارده بيعادل هالاند، النهارده بيحطم كل الأرقام القياسية، وبيتجاوز هالاند كمان على مستوى صناعة الأهداف، يعني هدف جول هالاند هداف طبعا، ومساهماته كلها مع سيتي تهديفيه، لكن صلاح كان بيتفوق في ناحيه صناعه الاهداف، والنهارده بيزيح مايكل اوين من قائمه العشرة العظماء. صحيح. يعني صلاح جاي لنا بعد اسبوع واحد فقط في تاريخ الدوري الانجليزي بالظبط، ده جاي بحاله عالية جدا. كمان مش بس صلاح، احنا كل مرة بنقول صلاح و10 لاعبين او 10 زي ما بنقول يعني باصل صلاح، لكن النهارده مصطفى محمد واصل في توب فورم، واصل فورم عالية جدا.